السلام عليكم. في هذا الفيديو سنحل أسئلة Activity Book Unit 2 Treasures of the Earth. Vocabulary المفردات. Number 1. Reorder the letters to find the names of 5 jewels using the 5 clues. Reorder أعد ترتيب the letters الأحرف to find the names لإيجاد أسماء of 5 jewels 5 مجوهرات using the given clues باستخدام الأدلة المعطاة. الجملة الأولى: لدينا هذه الأحرف التي لا تشكل أي كلمة ذات معنى، بين قوسين أعطونا الدليل. A brown fossilized resin أي صمغ متحجر أو أحفوري بني اللون. ما هو من الدرس نستطيع أن نحذره من الدرس؟ لو رتبنا الأحرف سنحصل على كلمة amber. amber الكهرمان، وقد عرفنا أن لونه بني وهو صمغ متحجر. Number 2. لدينا هذه الأحرف. الدليل بين القوسين. A green stone أي حجر أخضر. ما هو الحجر الأخضر الذي درسنا عنه في المجوهرات؟ Emerald. إنه Emerald الزمرد. Number 3. A white stone حجر أبيض. ما هو الحجر الأبيض؟ الأحرف تدلنا على كلمة diamond الماس. Number 4. A red stone حجر أحمر. الأحمر هو الياقوت، وهذه الأحرف تشكل كلمة روبي. روبي ياقوت. Number 5. Found in a shell يوجد في الصدفة. إنه اللؤلؤ، والأحرف تشكل معنى كلمة pearl. بير لؤلؤ. سنكتب الحل. إذن amber a brown fossilized resin, emerald a green stone, diamond a white stone, ruby a red stone, pearl found in a shell. ننتقل إلى تمرين الجرامر. قواعد: choose the correct modal verb. اختر الفعل المساعد الصحيح. 1. A. Look at that old car. انظر إلى تلك السيارة القديمة. I wonder how much it costs. أنا أتساءل كم تكلف أو كم سعرها. لدينا خيارين. It must be أو it can't be expensive. أيهما سنقرر؟ سنقرر اعتمادا على تتمة الجملة التي ستعطينا الدليل ماذا سنختار. It's in very poor condition. Poor فقير، لكنها هنا سيء تدل على كلمة سيء. It's in very poor condition إنها في وضع سيء جدا. إذن هل ستكون غالية الثمن أم رخيصة؟ It can't be expensive. It's in very poor condition إنها في وضع سيء جدا، فالخيار هو can't، لا يمكن أن تكون غالية. Number 2. Oh dear, we're a bit late. يا عزيزي نحن متأخرون قليلا. We might أو can't miss the bus. عندما نكون متأخرين هل نحن لا نستطيع أن نفوت الباص؟ هل الموضوع في يدنا؟ لا طبعا، فالموضوع قد نفوت الباص لا نلحقه، أو لا نفوته قد نلحقه. إذن we might. Never mind if we walk really quickly. لا تهتمي أو لا تبالي لو سرنا بسرعة حقا. We could أو must be there on time. نحن نستطيع لو ركضنا بسرعة، لو مشينا بسرعة نحن نستطيع، نحن قد نصل هناك على الوقت، أو نحن يجب أن نكون هناك في الوقت. لا، نحن قد. We could. Where's mom؟ أين أمي؟ I'm not sure. لست متأكدة. She can't أو she must be home because her bag is here. Because her bag is here، حقيبتها هنا في المنزل. إذن هل هي لا يمكن أن تكون في المنزل أم أنها يجب أن تكون في المنزل؟ بالتأكيد must تدل على التأكيد، إنها يجب أن تكون في المنزل. She can't أو might be in the kitchen or she might أو must be in the garden. لدينا هنا الاحتمالية، نحن لا ندري أين هي الأم. هي قد تكون في المطبخ وقد تكون في الحديقة. نحن لم نذهب لا إلى المطبخ ولا إلى الحديقة. إذن لا يمكننا استخدام النفي أنها ليست في المطبخ، لا يمكن أن تكون في المطبخ، لأنه لا يوجد لدينا دليل أنها لا يمكن أن تكون في المطبخ. إذن
الخيار هو might، هي قد تكون، هي ربما تكون في المطبخ، أو أيضا ربما تكون في الحديقة. Number 4. I can't find my pen. لا أستطيع إيجاد قلمي. Look in your pencil case. انظر في مقلمتك. إذن لا يجد القلم، انظر في المقلمة. It can't أو it might be in there. لا يمكن أن يكون هناك في المقلمة، أو ربما يكون في المقلمة. إنه لم ينظر بعد، إذن هو ربما يكون في المقلمة. It isn't in there. لم يجد القلم، إنه ليس هناك. It must أو it might be in the classroom on my desk. لقد حدد أنه على مقعده، إذن هو إما أن يكون واضعا القلم في داخل المقلمة، أو يستخدمه فيضعه على المقعد. إذن it must، يجب أن يكون، ما أنه ليس في المقلمة فلا بد أنه في غرفة الصف على المقعد. التمرين الثالث. Read the situations and complete the sentences with one of the following. علينا أن نقرأ الأوضاع هنا أو الحالات ونضع إحدى هذه الأفعال المساعدة في الجملة وفقا لما للمعطيات في الجملة. Number one. You see your neighbor running out of the house to school. ترى جارك يخرج من المنزل إلى المدرسة. School starts in 5 minutes. تبقى للمدرسة 5 دقائق. سيبدأ دوام المدرسة بعد 5 دقائق. إذن he must be late. لابد أنه متأخر. Number two. You receive a postcard in the summer from your friend. تستلم بطاقة بريدية في الصيف من صديقتك. تستلمين. It has a French stamp. هذه البطاقة عليها طابع فرنسي. إذن she be in France on holiday. إذن يجب أن تكون في فرنسا في العطلة، لأنها أرسلت بطاقة عليها طابع فرنسي. إذن she must be in France on holiday. Number 3. You see a watch on a desk at school. حلا said she couldn't find her watch. قالت حلا أنها لا تستطيع إيجاد ساعتها. علي is looking for his new watch too. علي يبحث عن ساعته الجديدة أيضا. The watch be حلا's and it's فراغ بي علي، يعني أن الساعة قد تكون لحلا وقد تكون لعلي. إذن the watch might be حلا's and it might be علي's. Number 4. You haven't seen any lights on in your neighbor's house for a week. لم تشاهد أي أضواء مضاءة في منزل جارك لمدة أسبوع، أو جيرانك. And their car isn't there. وسيارتهم ليست هناك. They be at home. هل يمكن أن يكونوا في المنزل؟ لا، إذن they can't be at home. They be on holiday. لابد أنهم في العطلة، في الإجازة، لأنهم ليسوا في المنزل. إذن they must be on holiday. Number 5. He worked all day. لقد عمل طوال النهار. He فراغ be tired. متعب. إذن هو قد يكون متعبا ربما. لا، إنه بالتأكيد متعب، لأنه عمل طوال النهار. إذن he must be tired. Number 6. There's a red fruit in the fruit bowl. يوجد فاكهة حمراء في وعاء الفاكهة. On the table. على الطاولة. It be a banana. لقد قلنا فاكهة حمراء. هل يمكن أن تكون موزة؟ لا. إذن it can't be a banana. Number 7. You need your calculator for your maths homework. تحتاج إلى الآلة الحاسبة من أجل واجب الرياضيات. It must be in your school bag. إذن الآلة الحاسبة هو يأخذها إلى المدرسة، إذن لابد أن تكون داخل الحقيبة. Number 7. You need your calculator for your maths homework. إذن هو يحتاج الآلة الحاسبة من أجل وظيفة الرياضيات، الوظيفة في المنزل يؤديها. ولم يجد الآلة الحاسبة، فيجب أن تكون في الحقيبة المدرسية. إذن نستخدم must. وصلنا إلى الصفحة 16 من Activity Book. Reading. Look at the photo. What do you think the text will be about? انظروا للصورة هذه. ماذا تظنون أن النص التالي سيكون عن؟ طبعا سيكون عن اللؤلؤ، pearls. Read the text and check your answer. اقرأ النص وتأكد من إجابتك. Since ancient times, منذ الأزمان القديمة, pearls have been among of the most valuable jewels. كان اللؤلؤ من ضمن أكثر المجوهرات قيمة. Almost as valuable as diamonds. تقريبا بنفس الثمن أو ارتفاع السعر أو القيمة مثل الألماس. However,
غير أن pearls differ from these gemstones in several ways. اللآلئ تختلف عن هذه الأحجار الثمينة gemstones أحجار ثمينة بعدة طرق in several ways. In fact في الواقع they are not really stones at all. إنها ليست أحجار على الإطلاق. Unlike diamonds and emeralds, pearls haven't been dug out of the earth. على عكس الألماس والزمرد فإن اللآلئ لم يتم استخراجها من الأرض. They come from the sea. إنها تأتي من البحر. And are mainly found in tropical oceans. وهي موجودة بشكل رئيسي mainly in tropical مداري oceans. محيطات مدارية أي المحيط التي تقع على خط الاستواء. A pearl is created in the stomach of a living creature, the oyster. اللؤلؤ يتم تشكيله في stomach معدة. معدة living sea creature مخلوق بحري حي. The oyster المحار. المحار هو الصدفة هذه التي توجد فيها اللؤلؤة. Oyster. When some sand gets inside the shell of an oyster. عندما يدخل بعض الرمل إلى داخل صدفة المحارة. The oyster covers this area. فإن المحارة تغطي هذه المنطقة التي دخل إليها الرمل of its shell من صدفتها with layers of a mineral called mother of pearl بطبقات من المعدن أو مواد معدنية called تدعى mother of pearl أم اللؤلؤ mother of pearl. They harden and produce a pearl. هذه الطبقات التي تفرزها المحارة تصبح قاسية وتشكل اللؤلؤ. They harden تقسو تصبح قاسية produce تنتج بير لؤلؤ. It doesn't sparkle like a diamond. إنها لا تشع مثل الألماس. But it has a beautiful silky finish. لكن لديها نهاية أو تشطيبات يعني في النهاية يصبح شكلها جميل وحريري سلكي. In 1894 CE في عام 1894 كوكيتشي ميكيموتو a Japanese businessman رجل أعمال ياباني discovered a way to make pearls اكتشف طريقة لصناعة اللؤلؤ. He put a small natural mother of pearl bead into a living oyster shell. يضع خرزة يعني يأخذ قطعة صغيرة من المother of pearl أم اللؤلؤ الطبيعية natural. يضع قطعة صغيرة منها into a living oyster shell في صدفة محارة حية. The oyster began to cover the bead. يبدأ المحار بتغطية هذه الخرزة with more layers of mother of pearl بطبقات أخرى من أم اللؤلؤ. And eventually وفي النهاية the bead became a pearl. تصبح اللؤلؤة تصبح الخرزة لؤلؤة. After this بعد ذلك the Japanese pearl manufacturing industry grew rapidly. بعد ذلك فإن صناعة manufacturing industry صناعة أو تصنيع اللؤلؤ الياباني grew نمت ماضي grow rapidly بسرعة. Now it's possible to produce millions of pearls all the time. الآن إنه من الممكن إنتاج الملايين من اللآلئ طوال الوقت. Many of these pearls look just as beautiful as natural pearls. العديد من هذه اللآلئ تبدو بنفس جمال اللؤلؤ الطبيعي. But they are much cheaper. لكنها أرخص بكثير. Natural pearls are far too expensive. اللآلئ الطبيعية أغلى بكثير for anyone بالنسبة لأي شخص except ما عدا the richest people الناس الأغنياء أو الأغنى. ننتقل إلى الأسئلة. Exercise 6. Answer the following questions. أجب عن الأسئلة التالية. How are pearls different from diamonds? كيف اللآلئ تختلف أو كيف تختلف اللآلئ عن الألماس؟ بماذا تختلف؟ في البداية لدينا في هذه الفقرة قرأنا أنها ثمينة. However, pearls differ from these gemstones in several ways بعدة طرق. أولها they are not really stones at all. الثانية they haven't been dug out of the earth لم يتم استخراجها من الأرض. الثالثة it doesn't sparkle like a diamond إنها لا تشع مثل الألماس. إذن لنكتب الأجوبة.
إذن كيف تختلف our burrows الآلي عن الألماس؟ They are not really stones at all. They haven't been dug out of the earth. They don't sparkle like a diamond. Number two. What kind of ocean produces pearl oysters? أي نوع من المحيطات ينتج محار اللؤلؤ؟ لدينا جواب هنا في هذه الفقرة. They come from the sea and are mainly found in tropical oceans. إذن فالإجابة هي tropical oceans. Number three. What causes an oyster to start producing mother of pearl minerals? ما الذي يجعل المحارة تبدأ بإنتاج أم اللؤلؤ، معادن أم اللؤلؤ؟ الإجابة هنا. When some sand gets inside the shell of an oyster, the oyster covers this area of its shell with layers of a mineral called mother of pearl. هذا هو الجواب. Number four. When were the first manufactured pearls created? متى تم إنشاء أو صناعة أول اللآلئ الصناعية؟ الجواب هنا. In 1894 CE. Number five. How were they created? إذن كيف تمت صناعتها؟ الجواب هنا في هذه الفقرة. كوكيتشي ميكيموتو discovered a way. ما هي الطريقة؟ Putting a small natural mother of pearl bead into a living oyster shell. The oyster began to cover the bead with more layers of mother of pearl and eventually the bead becomes a pearl. Number six. How are natural pearls different from manufactured pearls? كيف تختلف اللآلئ الطبيعية عن اللآلئ المصنعة؟ الجواب لدينا هنا. Natural pearls are far too expensive for anyone. إذن they are far too expensive. إذن أوقفوا الفيديو وشاهدوا الأجوبة هنا مكتوبة بشكل كامل. الآن مع تمرين المفردات vocabulary number 7. Label the following pictures, then answer the question below. علينا أن نكتب أسماء هذه الأشياء. Number one, ما هذه؟ هذه مزهرية. Vase. Number two, هذه عملة معدنية. عملة نقدية. Coin. هذه لؤلؤ. Pearl. Number four, diamond. الماس. Number five, قلادة. أو عقد necklace. Number six, plate, صحن. Which three of the above objects do you mostly use in your everyday life? أي ثلاثة من هذه الأشياء التي في الأعلى تستخدمها في حياتك اليومية؟ Justify your answer. برر إجابتك. إذن هنا عليكم أن تختاروا ثلاثة أشياء وتبرروا لما تستخدمونها أكثر شيء في حياتكم اليومية. الجواب متروك لكم. Number 8. Fill in the blanks with the appropriate words related to jewelry and precious stones. املأ الفراغات بالكلمات المناسبة المرتبطة بالجواهر والأحجار الثمينة المناسبة هنا. Number 1. فراغ is not a white metal. ليس معدن أبيض. It is a yellow metal. ما هو المعدن الأصفر وليس أبيض؟ إنه الذهب. Gold. Gold is not a white metal. Number 2. Amira is wearing a bracelet on her wrist and a around her neck. إذن أميرة ترتدي سوارا حول معصمها وشيئا ما حول عنقها. إذن هو العقد أو القلادة necklace. Diamonds, emeralds and rubies are stones unlike glass. إذن الألماس الزمرد والياقوت هي أحجار ثمينة بعكس الزجاج. إذن precious stones أو gemstones. Yesterday Zaid found an oyster on the beach. البارحة زيد وجد محارة على الشاطئ. There was فراغ inside it. ماذا يوجد داخل المحارة؟ لؤلؤ. There was a pearl inside it. Necklaces, bracelets and rings. القلائد الأساور والخواتم are pieces of. ما هي؟ إنها مجوهرات. Jewelry. Used for personal ornament. تستخدم من أجل الزينة الشخصية. في الصفحة التي تليها. Number 9. كتابة. Writing. A presentation. مقالة أو تقديم. Write notes. علينا أن نكتب ملاحظات.
تصف بعض من أشياء القرن الواحد والعشرين، والتي تصف الحياة اليومية (everyday life) at home: entertainment, jewelry and clothing, education, sports and hobbies. والفقرة التي بعدها سنكتب مقالة نتخيل أننا في المستقبل ونصف الأغراض التي كانت تستخدم في الماضي في القرن الواحد والعشرين ولماذا تستخدم وكيف تخبرنا عن حياة الأشخاص السابقين. هذان التمرينان متروكان لكم لتكتبوهما كما ترغبون. وبهذا أعزائي نكون قد أنهينا بفضل الله Unit 2 Activity Book There's Treasures of the Earth. أتمنى لكم كل التوفيق. تابعوني في الدروس القادمة. السلام عليكم.